واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب وخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنث إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ذكر الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات قصة أيوب عليه السلام، وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى ابتلى أيوب عليه السلام بابتلاء شديد ولكنه صبر على ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم إذا ذكر أيوب عليه السلام وتذكر كيف كان يصبر، فالرسول صلى الله عليه وسلم أيضا يتقوى على الصبر. قيل إن الله سبحانه وتعالى أعطى أيوب عليه السلام مالا كثيرا وأولادا كثيرا، كان عنده مال كثير وهكذا عنده 7 من الأولاد، وأعطاه الله سبحانه وتعالى من الخير الكثير. ففي يوم من الأيام أصابه الله سبحانه وتعالى بمرض شديد، وهذا المرض طال عليه وبقي عنده 18 سنة، وهذا المرض معه حتى يعني تفرق الناس عنه، تفرق أقاربه، لم يبقى معه إلا زوجته، وهكذا أولاده ما ماتوا وماله كذلك ضاع، يمكن أن المال احترق فلم يبقى عنده شيء. زوجته تخدمه، وهناك رجلان يعني من المتقربين إليه يأتيان إليه صباح مساء. فكان أيوب عليه السلام لما ابتلي بهذا المرض ولم يبقى عنده مال حتى يأكل به، فكانت زوجته تذهب إلى بيوت الناس وتخدم بالأجر، تخدم الناس بالأجر وتأتي بالطعام لأيوب عليه السلام. ففي يوم من الأيام الناس تركوا استخدامها لما عرفوا أنها زوجة أيوب عليه السلام، فخافوا أنهم أيضا يبتلون بمرض مثل مرض أيوب عليه السلام إذا جاءت زوجته إلى بيتهم، فتركوا الاستخدام بها. فهي ذهبت إلى بعض بنات الأشراف وباعت ضفيرتها، ضفير جمع الشعر، الضفيرة، هي باعت يعني إحدى ضفيرتها إلى بعض بنات الأشراف، وجاءت بطعام طيب لأنها باعت بدل الطعام الطيب، فجاءت بهذا الطعام إلى أيوب عليه السلام فسألها، فقالت أنا خدمت الناس فأتيت بهذا الطعام. وفي اليوم التالي أيضا ذهبت ولكنها ما وجدت خدمة، فباعت الضفيرة الأخرى وجاءت بطعام طيب، فحلف عليها أنها تخبره من أين تأتي بهذا الطعام الطيب. فهي يعني فتحت خمارها وأرته أنها باعت ضفيرتيها، والآن يعني تأذى كثيرا بهذا ودعا الله سبحانه وتعالى وقال ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، وربي أني مسني الشيطان بنسب وعذاب، مثل هذا الدعاء. ويقال أيضا أن هذان الرجلان اللذان كانا يأتيان إلى أيوب عليه السلام قال أحدهما للآخر ألا تعرف أن أيوب عليه السلام هو ارتكب ذنبا عظيما؟ قال وكيف ذلك؟ هو من أولياء الله تعالى. قال لأن الله ابتلاه بمرض شديد وحتى الآن لم يرفع عنه هذا الابتلاء، هذا يدل على أنه ارتكب ذنبا عظيما. فلما ذهب هذان الرجلان إلى أيوب عليه السلام لم يصبر الآخر أن أخبره بهذا الكلام، بكلام الأول، ففي ذلك الوقت تألم ودعا الله سبحانه وتعالى وقال ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ويقال أن الشيطان جاء إلى زوجة أيوب عليه السلام في سورة الطبيب، في سورة الطبيب، وقال لها يعني أنا عندي دواء وأستطيع أن أعالج زوجك، ولكن لا أطلب منك أجرا، أطلب منك أن تقولي بعد الشفاعة أنني شفيته، بس تقولين هذا الكلام أنني شفيته. أو قيل أنه قال أنها تطلب من أيوب عليه السلام أن يذبح شيئا على اسم هذا الشيطان. فهي ما جاءت إلى أيوب عليه السلام
وأخبرته أنها لقيت بطبيب وقال مثل هذا الكلام، فغضب عليها وقال إن شفاني الله تعالى لأضربنك 100 جلد، 100 جلد. أو عندما رأى أنها قطعت ضفيرتيها وباعت الضفيرتين فحلف بذلك، لأنه كان عندما يريد القيام كان يتعلق بضفيرتيها، ما عنده قوة فكان يتعلق بضفيرتيها. ثم هناك بعض الإسرائيليات التي تقول أنه أن المرض الذي كان بأيوب عليه السلام كان المرض فيه يتساقط لحمه، لكن هذا لا يناسب مقام النبوة، لا يمكن أن يكون هكذا، لأن شرط الأنبياء عليه السلام أن يكونون سالمين من أمراض تنفر الناس عنهم، تنفر الناس منهم، لا يمكن أن يصيب الأنبياء عليه السلام أمراض التي تكون سببا لتنفر الناس عنهم. فلأجل ذلك يقول العلماء يمكن أن يكون أن مرضه كان يتعلق بالجسد، مثلا مرض جسدي مثل الحكة، يعني يصيب الإنسان الحكة أو غير ذلك الذي ينتهي بسبب الاختسال بمياه المعدنية، بالمياه المعدنية أو بالمياه الكبريتية، فإذا اختسل الإنسان منه يزول هذا المرض، ولكنه طال عليه المرض 18 سنة وكان يصبر على هذا المرض. ثم بعد ذلك لما أراد الله سبحانه وتعالى شفاءه وهو دعا الله تعالى، فالله سبحانه وتعالى أمره أن يضرب برجله الأرض، ذهب لقضاء حاجته، وكانت امرأته تنتظره، فامرأته تأخرت، وأيوب عليه السلام دعا الله سبحانه وتعالى والله أمره أن يضرب برجله الأرض، فأنبع الله تعالى الماء، أخرج الماء ماء العين، وأمره أن يغتسل بهذا الماء وأن يشرب هذا الماء، فبسبب ذلك الله سبحانه وتعالى شفاه ورجع على أحسن حالة، حتى لقيت زوجته وسألت أي بارك الله فيك، هل رأيت هذا نبي الله هذا المبتلى؟ يعني هي ما عرفت أنه هو أيوب عليه السلام لأنه تحسنت حالته، فقالت أي بارك الله فيك، هل رأيت نبي الله هذا المبتلى؟ فإنه لا أحد أشبه منك به، فقال أنا هو، فعرفت أن الله سبحانه وتعالى شفاه. وكان له أندراني، أندر للقمح وأندر للشعير، يعني يجمع الشعير في مكان خاص مثل المستودع، وهكذا يجمع القمح والشعير في أندرين مختلفين، فالله سبحانه وتعالى هو يعني أمطر مطرا من الذهب والفضة، ودخل هذا يعني الذهب والفضة في الأندرين، في أندر القمح الذهب وفي أندر الشعير الفضة، فالله سبحانه وتعالى أعطاه مالا كثيرا أيضا بعد هذا الابتلاء، بعد الصبر على الابتلاء، والله سبحانه وتعالى أعطاه مثلي أولاده، كان له 7 من الأولاد كما ذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله، والآن أصبح أولاده أو أولاد الأولاد مع الأولاد أصبحوا 14. ثم بعد ذلك هو لما شفي الآن، يعني هو قد قال حلف بالله تعالى أنه لو شفي سيضرب زوجته 100 جلدة، ولكن الآن يتفكر كيف يضرب زوجته وهي خدمته 18 سنة وقبل ذلك أيضا، و يعني الآن عمره تقريبا 93 سنة، وكيف يضرب وهي طول الحياة كانت تخدمه، فالله سبحانه وتعالى علمه حيلة هنا، علمه حيلة، فقال اجمع حزمة من القضبان وحزمة من العود 100 عود، واضرب بهذه الحزمة مرة واحدة لأنها 100، فيحصل 100 ضربة، أو يجمع العرجون الذي فيه 100 شماريخ، عرجون الذي أريناكم فيه 100 شماريخ، بيّنت لكم هذه الشماريخ التي يتعلق بها التمر، فيأخذ هذه التي فيها 100 شماريخ ويضرب بها زوجته، وهكذا هو لا يحنث في يمينه، وهذا كله بسبب أنه صبر على الابتلاء، فالله أعطاه هذا الجزاء الحسن. قال تعالى واذكر عبدنا أيوب، اذكر أيها الرسول صلى الله عليه وسلم عبدنا أيوب، عبدنا هذا تشريف لأيوب عليه السلام، الله سبحانه وتعالى ذكر أنه عبد وأنه نسبه إلى الله تعالى، أيوب عليه السلام إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، حين دعا الله سبحانه وتعالى وقال يا ربي
أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. المرض يكون من الله سبحانه وتعالى، ولكن تأدبا مع الله تعالى هو ما قال يا الله أنت أصبتني بهذا المرض، ولكن قال ربي أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، أن الشيطان أصابني ومسني بنصب. نصب معناه المشقة والتعب، يقال أنصبني هذا الأمر، أنصبني هذا الأمر أي أتعبني وجعلني في مشقة، أتعبني وجعلني في مشقة، أنصبني هذا الأمر. فنصب معناه المشقة والتعب، وعذاب آلام جسدية، آلام جسدية التي يتضرر بها الإنسان، ألم جسدي الذي به يتأذى الإنسان. فقال أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، ولعله نسب هذا إلى الشيطان لأن الشيطان آذاه، لأنه جاء إلى زوجته وقال لها إذا أنا عالجت أيوب وشفي تقولين أنني شفيته، وهذا شرك، هذا شرك. وإن كان يعني يجوز فيه التأويل بأنه يعني شفاه بالواسطة، الله سبحانه هو الذي شفاه في الحقيقة، ولكن إن الله جعل دواءه سببا للشفاء. فقال أني مسني الشيطان بنصب وعذاب، إن الشيطان أصابني بنصب أي بمشقة، مشقة وتعب وعذاب بآلام جسدية أتضرر بها وأتأذى بها. أركض برجلك، هذا مغتسل بارد واشرب. هذا الكلام قاله بعد 18 سنة، ينتظر ويصبر 18 سنة في البلاء ولا يقول شيئا، ولكن لما رأى أن الشيطان بدأ يوسوس زوجته ويريد أن يشرك بالله تعالى، فالآن يعني لم يتحمل هذا الشيء فدعا الله سبحانه وتعالى. أو لما سمع أن القريبين يقولان أن أيوب عليه الصلاة والسلام ارتكب ذنبا، ارتكب ذنبا، فدعا الله سبحانه وتعالى. ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، أو أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. أركض برجلك، هذا مغتسل بارد وشراب. الله سبحانه وتعالى أمره أن يضرب برجله الأرض، فقال أركض برجلك، الركض بمعنى الضرب، الضرب مفهوم في كرة القدم، عندما يضرب الإنسان الكرة برجله يقال ركض، ركض الكرة أي ضربها. فهكذا أركض برجلك، أركض برجلك أي اضرب برجلك أي شيء، الأرض، الأرض. الله سبحانه وتعالى هنا جعل له أسباب، أولا جعل أسباب لخروج الماء، قال له اضرب برجلك الأرض، اضرب برجلك الأرض، ثم لما ضرب الله أخرج له الماء، ثم قال له اغتسل بهذا الماء واشرب هذا الماء، وجعل هذا الماء سببا لشفائه. فالله سبحانه يعلم الإنسان أنه يختار الأسباب ويتوكل على رب الأسباب، يختار الأسباب ويتوكل على رب الأسباب، كما أن أيوب عليه الصلاة والسلام فعل، أركض برجلك فضرب برجله الأرض، وهذا كان سببا لخروج الماء، وهذه معجزة لأيوب عليه الصلاة والسلام. هذا مختصر، لما نبع الماء وأخرج الله الماء بضرب أيوب عليه الصلاة والسلام الأرض، فالله سبحانه وتعالى قاله هذا مغتسل بارد، هذا مغتسل بارد، هذا ماء للغسل وهو ماء بارد، اغتسل بهذا الماء، وهذا كذلك شراب اشرب من هذا الماء. فأنت تشفى إذا اغتسلت بهذا الماء وشربت هذا الماء، تشفى بإذن الله تعالى. فهذا فيه إشارة إلى أن الماء البارد هو مفيد، الماء البارد هو مفيد، الذي يغتسل بالماء البارد يتقوى، يكون جسده قويا، وهذا ينفعه. وتستطيعون أن تراجعوا الأطباء سيقولون هذا الكلام، الله سبحانه وتعالى أيضا أشار إلى ذلك. هذا مغتسل بارد وشراب، ولكن الذي لا يستطيع أن يتحمل الماء البارد وخاصة في الشتاء، والشتاء عندنا أشد من بلادكم، فلا لا يجرب هذا الشيء، لا يجرب هذا الشيء. هذا مغتسل بارد وشراب، ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا وذكرى لأولي الألباب. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أنه لما انتهى الابتلاء ونجح في هذا الابتلاء وصبر، الآن جاء من الله سبحانه وتعالى الجزاء على هذا الصبر، فقال ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا، ورزقنا لأيوب عليه الصلاة والسلام وعطيناه أهله ومثلهم معهم رحمة منا، أعطيناه أهله، 7 من الأولاد توفوا، الآن أعادهم الله تعالى أحياء،
هذا معجزة لأيوب عليه الصلاة والسلام. أو إذا لم بعضهم يقولون لم يحيي الأولاد الميتين بل أعطاه أولادا آخرين، وبعضهم يقولون الله سبحانه وتعالى جعل يعني أعاد شباب زوجته حتى بدأت تضع يعني تلد الأولاد مثل ما كانت تلد في السابق، والله أعلم. ووهبنا له أهله ومثلهم معهم رحمة منا، أعطيناهم أهل أعطيناه أهله سبعة من الأولاد كانوا عنده من قبل، كان عنده من قبل، فالله أعطاه سبعة ومثلهم معهم وضاعف له الأولاد وجعل الأولاد يعني مثلين فأصبحوا 14 رحمة منا. هذا كله رحمة من الله سبحانه وتعالى بسبب أنه صبر على البلاء من الله سبحانه وتعالى. وذكرى لأولي الألباب، وهذا كله نصيحة لأصحاب العقول السليمة. ما هي النصيحة؟ النصيحة أنكم إذا ابتليتم فعليكم أن تصبروا على ذلك، وسترون جزاء الصبر. إذا تصبرون سترون جزاء الصبر. الإنسان لا يظهر الشكوى أمام الله تعالى، يا الله أنت أصبتني بمرض وفعلت كذا وكذا وكذا، لا، الإنسان يصبر يدعو الله سبحانه وتعالى حتى يرفع عنه هذا البلاء. فقال وذكرى لأولي الألباب نصيحة لأصحاب العقول السليمة. ما هي النصيحة؟ الإنسان لو يتفكر في قصة أيوب عليه الصلاة والسلام يعلم أنه ابتلي ابتلاء شديدا صبر، فالله سبحانه وتعالى أعطاه المال، أعطاه الأولاد، الله أعاد إليه الصحة وجعله في أحسن حالة. فهكذا الصبور الذي يصبر على الابتلاءات فالله سبحانه وتعالى يجعل حاله مثل حال أيوب عليه الصلاة والسلام بعد الابتلاء. وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث، ثم أمر الله سبحانه وتعالى أن يأخذ حزمة من القضبان أو حزمة من العود أو من الحشيش، أو يأخذ عرجون فيه 100 شمراخ أو 100 شماريخ، يأخذها ويضرب به زوجته، لأنه حلف من قبل أنه يضرب زوجته إذا شفي. فالآن شفي لابد أن يأتي بمقتضى يمينه، أن يؤدي مقتضى يمينه، ومقتضى اليمين يضرب زوجته. فقال خذ بيدك ضغطا، خذ بيدك ضغطا، ضغطا بمعنى حزمة من القضبان، حزمة من القضبان أو حزمة من الحشيش. أو رأيتم المكنسة؟ مكنسة التي نكنس بها، فهذه مكنسة إذن تكون مثل الحزمة، فيها كثير من القضبان. فخذ هذا، نستطيع أن نقول هذا ضغط. أو خذ عرجون الذي فيه 100 شماريخ، عرجون فيه 100 شماريخ، واضرب بها زوجتك مرة واحدة ولا تحنث، لا تحنث. الحنث هو أن يخالف الإنسان مقتضى يمينه ويصبح آثما، أن يخالف الإنسان مقتضى يمينه ويصبح آثما يسمى حنث. وقال ولا تحنث، لا تحنث أي بر في يمينك، بر في يمينك، وعليك أن تبر في يمينك ولا تترك يعني مقتضى يمينك. ولا تحنث أي لا تكن آثما بترك مقتضى يمينك. إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. ثم ذكر تعالى أن الله سبحانه وتعالى امتحنه فظهر أنه كان صابرا. إنا وجدنا بمعنى الوجود، يعني وجدناه صابرا، معناه أننا امتحناه فهو صبر على ذلك وظهر أنه صابر، بعد الامتحان ظهر أنه صابر. والله سبحانه وتعالى يعلم من قبل الابتلاء أيضا أنه صابر. نعم العبد إنه أواب، نعم العبد أيوب عليه الصلاة والسلام، إنه أواب رجاع إلى الله سبحانه وتعالى. والمقصود من ذكر القصة ذكر صبر أيوب عليه الصلاة والسلام وحمل الرسول صلى الله عليه وسلم على الصبر مثل أيوب عليه الصلاة والسلام، وحمل أمة محمد صلى الله عليه وسلم أيضا على الصبر. واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار. ثم الله سبحانه وتعالى ذكر أنبياء الآخرين الذين صبروا، فقال واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويعقوب وهو ابن إسحاق عليه الصلاة والسلام، أولي الأيدي والأبصار، أصحاب القوة في العبادة والطاعة، أصحاب القوة أولي الأيدي، أصحاب القوة في العبادة والطاعة، والأبصار أصحاب البصيرة في الدين، أصحاب البصيرة في الدين، يعلمون ما هو الأفضل لهم أن يعملوا
في الدين وعقيدتهم عقيدة صالحة أصحاب البصيرة في الدين. فهنا الله سبحانه وتعالى استعار كلمة الأيدي والأبصار، أولي الأيدي أصحاب الأيدي وأصحاب الأبصار. ما معنى أصحاب الأيدي؟ أصحاب الأيدي اليد يدل على قوة الإنسان، الإنسان يعني يستعمل يدهم في القوة في إظهار القوة، فأصحاب الأيدي استعارة من القوة، أصحاب القوة على العبادة والطاعة أو أصحاب القوة في العبادة والطاعة. والأبصار أصحاب الأبصار أصحاب البصيرة في الدين، يعرفون التوحيد، يعرفون معرفة الله سبحانه وتعالى. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، ثم الله تعالى مدحهم وقال إنا أخلصناهم أي إننا خصصناهم بخصلة خالصة هي ذكر الدار، هي العمل للآخرة. إنا خصصناهم بخصلة خالصة، جعلناهم خاصين لنا، جعلناهم خاصين لنا وخصصناهم بصفة خالصة، بصفة خالصة. ما هذه الصفة؟ هي العمل للآخرة، العمل للآخرة والتزام أوامر الله تعالى واجتناب نواهي الله تعالى، وهذا كله بسبب تذكرهم أمر الآخرة، كله بسبب تذكرهم أمر الآخرة. إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار، إننا خصصناهم بخالصة أي بصفة خالصة، بخصلة خالصة، وهي العمل للآخرة والتزام أوامر الله تعالى واجتناب نواهيه. ذكر الدار أي لتذكرهم دار الآخرة، لتذكرهم دار الآخرة، يعني الله سبحانه وتعالى خصصهم بالعمل الصالح، هذا بسبب أنهم كانوا يذكرون دار الآخرة. الذي يذكر دار الآخرة فهو يستطيع أن يقوم بالعمل الصالح، الذي ينسى دار الآخرة لا يستطيع أن يقوم بالعمل الصالح، فلا بد أن يكون المؤمن دائما يذكر دار الآخرة. فقال ذكر الدار أي ذكر الدار الآخرة، وهنا ذكر الله تعالى الدار بدل أن يذكر الآخرة، ذكر الدار حتى يشير إلى أن الدار الحقيقية هي دار الآخرة. والإنسان كما يتفكر لدار الدنيا التي هي دار فانية لا بد أن يتفكر للدار الآخرة التي هي دار الباقية الدائمية. فقال إنا أخلصناهم بخالصة ذكر الدار وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، وإن هؤلاء الأنبياء إبراهيم وإسحاق ويعقوب عليهم السلام عند الله سبحانه وتعالى لمن المصطفين الأخيار، لمن المصطفين، لمن الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى، الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى هم من المصطفين. اصطفى يصطفي اصطفاء بمعنى اختاره، ومصطفين صيغة اسم المفعول، صيغة اسم المفعول، ولأجل ذلك الفاء مفتوحة هنا، مصطفى مصطفيان مصطفون، أصله مصطفون في حالة الرفع مصطفون، وأصل مصطفون مصطفيون، قاعدة قال وبعة مصطفون ثم اجتماع الساكنين مصطفون، وفي حالة النسب والجر مصطفين مصطفين. لمن المصطفين الأخيار، الأخيار الذين اختارهم الله سبحانه وتعالى للنبوة، والأخيار إما جمع خير وإما جمع خير، إما جمع خير أو جمع خير، يقال فلان خير الناس، خير الناس يعني أفضل الناس. فالأخيار إذا كان جمع خير معناه أفاضل الناس، هؤلاء من أفاضل الناس جمع خير، وإذا كان جمع خير، خير بالتشديد، فخير يأتي بمعنى ذو خير كثير، ذو خير كثير، ومعناه الذين هم مطبوعون على فعل الخير، الذين هم مطبوعون على فعل الخير. فمعنى الأخيار المطبوعون على فعل الخير وأفاضل الناس، أفاضل الناس والمطبوعون على فعل الخير. إنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار، واذكر إسماعيل واليسع وذا الكفل وكل من الأخيار. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى أنبياء آخرين فقال واذكر إسماعيل ابن إبراهيم عليه الصلاة والسلام، واليسع هو يسع ابن أخطوب عليه السلام، يسع ابن أخطوب عليه السلام، يقال إنه كان في صحبة إلياس عليه الصلاة والسلام، ولما توفي إلياس عليه الصلاة والسلام الله جعل اليسع عليه الصلاة والسلام نبيا. وذا الكفل، وذا الكفل، ذا الكفل اختلف في نبيه، ولكن الظاهر لما أن الله ذكره مع الأنبياء فهذا يشير إلى أنه أيضا كان نبيا. هناك قولان، بعضهم يقولون أنه لم يكن نبيا،
وبعضهم يقولون أنه كان نبيا، ونرجح أن يكون نبيا لأنه ذكر مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وما سبب تسميته بذي الكفل؟ سبب ذلك فيه أقوال. يقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه أنه كان في زمنه رجل كان يصلي كل يوم 100 صلاة، فلما توفي هذا الرجل فذو الكفل هو كفل بصلاته وقال أنا أصلي صلاته. هو كان يصلي 100 صلاة، الآن لما مات أنا أصلي 100 صلاة، فكان يصلي بذلك فسمي بذي الكفل. ذي الكفل لأنه تكفل بصلاته، رجل صالح مات وكان يصلي 100 صلاة. القول الثاني أن رجلا ظالما في زمنه كان يقتل الأنبياء وقتل 300 نبيا، قتل 300 نبيا وفر منه 100 نبي، فذو الكفل هو الذي تكفل بهم، كان يطعم هؤلاء الأنبياء ويسقيهم وكان يحفظهم من هذا الملك الجبار، الملك الظالم كان يحفظهم، ولأجل ذلك سمي بذي الكفل. أو قيل إنه يعني كان نبي وهذا الرجل ذو الكفل هو تكفل بهذا النبي أنه يقيم دينه ويقضي بين الناس بالحق. وأما الذين يقولون أنه كان نبيا فهم يقولون أن الله تعالى أراد أن يتوفى أحد أنبياء بني إسرائيل فقال له إني أريد أن أقبض روحك فاعرض ملكك على بني إسرائيل، فاعرض ملكك على بني إسرائيل، فمن تكفل لك منهم أنه يصلي الليلة ولا يفطر، يصلي الليلة ولا يفطر، ويصوم النهار ولا يفطر، يصوم النهار ولا يفطر، وأنه يقضي بين الناس بالحق ولا يغضب، فمن تكفل لك بذلك فأعطه ملكك. فرجل تكفل بذلك وسمي بذي الكفل وفعل ذلك ونبأه الله تعالى، أعطاه النبوة وأصبح نبيا، هذا هو ذو الكفل. وهناك رجل آخر ذكر في التاريخ قصته مشهورة، كفل، اسمه كفل، وكان زانيا، كان زانيا، هو تاب في ليلة واحدة وفي نفس الليلة هو توفي، نفس الليلة توفي. فهذا الرجل اسمه كفل، كفل وليس بذي الكفل، بعض الناس يخلطون بين ذي الكفل وكفل، هذا رجل آخر. وأما هذا ذكر مع الأنبياء فهو من الأنبياء، وهذا الرجل الذي كان زانيا لا يسبه أن يكون نبيا وإن تاب أيضا، لا يمكن، لأن الأنبياء معصوبون قبل النبوة وبعد النبوة، فهذا ذي الكفل وذاك كفل. واذكر إسماعيل واليسعى وذي الكفل، وكل من الأخيار. وأما اليسعى لم يذكر في قصته إلا أنه كان خليفة لإلياس عليه الصلاة والسلام، وبقي بعد إلياس عليه الصلاة والسلام يرغب الناس على البقاء على شريعة إلياس عليه الصلاة والسلام. كل من الأخيار، وهؤلاء أيضا كلهم من أفاضل الناس لأنهم أنبياء صالحين، وهكذا كلهم من المتبوعين على فعل الخير. هذا ذكر وإن للمتقين لحسن مآب. ثم الله سبحانه وتعالى ذكر أن هذا الذي ذكرنا لك يا محمد صلى الله عليه وسلم هو ذكر جميل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا ذكر جميل للأنبياء عليهم الصلاة والسلام، هذا ذكر جميل الذي سبق لك ذكره. وإن للمتقين لحسن مآب، وإن للمتقين الذين خافوا الله سبحانه وتعالى، اتقوا ربهم فالتزموا أوامره وتجنبوا نواهيه، فللمتقين لحسن مآب، لحسن مرجع، لحسن منقلب، وهذا الحسن، حسن المنقلب هو الجنة، دار الآخرة، لحسن مآب، وجنات عدن مفتحة لهم الأبواب. وأين يكون حسن المآب؟ فذكر تعالى أن حسن المآب جنات، جنات عدن مفتحة، جنات عدن بمعنى جنات الإقامة، يقال عدن بالمكان أي أقام به، عدن بالمكان أي أقام به، فجنات عدن بمعنى جنات الإقامة، والجنة هي مكان الإقامة الطويلة، لأن الإنسان لا يموت في الجنة ولا يخرج منها ولا يبغي عنها حولا. إذن الجنة جنات عدن مفتحة لهم الأبواب، تفتح لهم الأبواب لأهل الجنة حتى يدخلوا فيها إكراما لهم، تفتح لهم الأبواب، كما ذكر الله سبحانه وتعالى في موضع آخر من القرآن، ذكر الله تعالى أن أهل الجنة
قال وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها حتى إذا جاءوها أهل الجنة يصلون للجنة ويجدون أن الأبواب مفتوحة لهم إكراما لهم حتى يدخلوا حتى لا ينتظروا على باب الجنة وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم فقال مفتحة لهم الأبواب فأبواب الجنة تفتح لأهل الجنة مفتحة بصيغة باب التفعيل وهذا يدل على المبالغة تفتح حتى لا يغلق على أي واحد من أهل الجنة ويدخل بسهولة ولا يكون هناك ازدحام على الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب متكئين فيها متكئين في الجنة على الأرائك على السرر المزينة كما بيناها سابقا متكئين على الأرائك فيها أي في الجنة يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب يطلبون في الجنة من خدمهم لهم خدم أطفال مخلدون ولدان مخلدون يأتونهم بما يطلبون فقال يدعون فيها في الجنة بفاكهة كثيرة وشراب بفاكهة من أنواع الفواكه وفيه الإشارة إلى أنهم يأكلون للتلذذ والتفكه يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب على حال الملوك الملوك عندما يجلسون في مجالسهم يتكئون على الأرائك على السرر ويتبادلون أطراف الحديث ويأمرون الخدم أن يأتوا لهم بأنواع من الفواكه بأنواع من الطعام وهكذا يأتون بالشراب أنواع من الشراب فهكذا أهل الجنة هم يعني أعلى من الملوك فهم يفعلون ذلك وعندهم قاصرات الطرف أتراب ثم ذكر تعالى أن لذتهم تكون مكتملة لذة كاملة لأن عندهم أصدقاء أصحاب يجلسون معهم يأكلون ويشربون معهم يتبادلون أطراف الحديث ومع ذلك عندهم زوجات وتقر أعينهم بالزوجات فقال وعندهم عند أهل الجنة قاصرات الطرف زوجات قاصرات الطرف زوجات غاضات أبصارهن لا ينظرن إلى غير الزوج إلى غير الأزواج حياء وعفة حياء وعفة ومحبة للزوج لا يلتفتن إلى غير الزوج فهذا يعني هذه صفة كاملة في الزوجة أنها تحب الزوج وأنها ذات الحياء والعفة وهكذا يعني تكتمل لذة الإنسان لأنه يعرف أن زوجته هي أمينة وهي ليست بخائنة وهي تحبه كل الحب فقال قاصرات الطرف قاصرات الطرف يعني غاضات أبصارهن لا ينظرن إلى غير الزوج أو يحددن أنظارهن أبصارهن إلى الزوج فقط ينظرن إلى الزوج ولا ينظرن إلى غير الزوج أطراب في سن واحدة يحتمل أن جميع الزوجات هن في سن واحدة هن في سن واحدة أو يمكن أن الزوج والزوجة كلهم في سن واحد إذا كان المراد منه الزوجات كلهن في سن واحد فهذا يجعل بينهم الائتلاف والاتفاق لأن كلهن في عمر واحد فيحصل بينهن اتفاق وائتلاف ومحبة بين الزوجات لا يكن مثل زوجات رجل واحد في الدنيا بينهن جدال مخاصمة ضرائر يأتين بالضرر مفهوم فلا لا لا يكون لا يكون النساء هكذا في الجنة لأنهن أتراب في سن واحدة أو إذا كان المراد سن واحد مع الزوج فهذا أيضا يكون سببا للإئتلاف والاتفاق بين الزوج وبين الزوجة أتراب وهذا جمع ترب وترب يأتي بمعنى أن يكون الآخر مثل الأول في سن واحد في عمر واحد هذا ما توعدنا اليوم الحساب يقال لأهل الجنة هذا ما وعدكم الله سبحانه وتعالى على ألسنة الرسل من الجزاء الكريم ليوم الحساب ليوم القيامة هذا الذي وعدناكم على لسان نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم أنكم إذا أمنتم بالله وصبرتم على الإيمان وعملتم صالح الأعمال فستجدون مثل هذا الجزاء فهذا هو الوعد الذي وعدناكم إن هذا لرزقنا ما له من نفاد إن هذا لرزقنا إن هذا الذي ترونه في الجنة من أنواع من النعيم من أنواع من الفواكه وأنواع من الشراب والزوجات وغير ذلك من النعيم هذا لرزقنا رزق من الله تعالى الله سبحانه وتعالى أعطاكم
ما له من نفاد، ما له من نفاد يعني ليس لهذا الرزق انقطاع وليس له فناء، لا يفنى ولا ينتهي، بل يدوم هذا الرزق عند الإنسان. كما قال الله سبحانه وتعالى: ما عندكم ينفد وما عند الله باق، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، فهذا لا ينتهي الذي عند الله سبحانه وتعالى. وكلما يعني قطف الإنسان ثمرة أو فاكهة من الشجرة فتنبت هناك فاكهة أخرى أو فاكهتان، فإن هذا رزقنا ما له من نفاد، فليس له فناء ولا ينقطع، هذا رزق غير ممنون، غير ممنون، ويأتي الإنسان هذا الرزق بدون أي من وإحسان، فالإنسان تكتمل لذته في الجنة. هذا وإن للطاغين لشر مآب، هذا بمنزلة أما بعد، ومعناه الأمر، هذا الأمر ما ذكرنا لكم من جزاء أهل الجنة، هذا هو الأمر، الأمر هذا. وإن للطاغين لشر مآب، ثم الله تعالى قابل جزاء أهل النار بجزاء المؤمنين، بجزاء أهل الجنة، فقال: وإن للطاغين لشر مآب. هناك قال: إن للمتقين لحسن مآب، هنا بمقابل ذلك قال: إن للطاغين لشر مآب. حسن، هناك حسن مآب وهنا شر مآب، هناك متقين وهنا الطاغين. إن للطاغين، الطاغين الظالمين الجابرين الكافرين أهل الظلم، لهم شر مآب، شر منقلب، وهو يعني نار جهنم، جهنم يصلونها وبئس المهاد. ثم فسر هذا الشر، هذا المآب الشر، فقال: جهنم يصلونها، يدخلونها ويذوقون حرها ويتحملون حرارتها ويقاسون حرها، جهنم يصلونها، صلي يصلى، فسرناها سابقا إذن، يأتي بمعنى الدخول وبمعنى يعني تحمل حرارة النار، يدخلون النار ويتحملون حرارتها، فبئس المهاد، فبئس جهنم المهاد، فبئس جهنم المهاد، فبئس المهاد مخصوص بالذم هو جهنم، لأن جهنم هو بئس الفراش، والمهاد يأتي بمعنى الفراش، بئس الفراش جهنم. هذا فليذوقوه حميم وغساق، هذا فليذوقوه حميم وغساق. ثم ذكر تعالى أن هذا يعني هو عذاب جهنم للكفار، ومنه حميم وغساق فليذوقوهم. يقول بعض العلماء مثل الإمام الطبري رحمه الله أن في الآية تقديم وتأخير، الأصل أن يقول: هذا حميم وغساق فليذوقوه، هذا حميم وغساق فليذوقوه، ولكن حصل هناك تقديم وتأخير، هذا فليذوقوه حميم وغساق. وحميم هو الماء الحار الذي بلغ إلى النهاية في الحرارة، بلغ إلى النهاية في الحرارة. وغساق فيه قولان: إما الغساق هو ماء بارد شديد البرودة، الماء الذي لا يتحمله الإنسان بسبب شدة البرودة، أو غساق هو ما يسيل من صديد أهل النار، ما يسيل من صديد أهل النار، الإنسان عندما يجرح يخرج الدم ويخرج شيء أصفر وأبيض، شيء أصفر وأبيض، هذا الصديد، هذا الصديد الذي يسيل، هذا غساق لهم. فقال: هذا حميم وغساق، يعني يشربون من الحميم الحار وكذلك يشربون من الغساق، فليذوقوا هذا الحميم والغساق وليعذبوا بهذا. وآخر من شكله أزواج، ولهم عذاب آخر من شكله، من مثل هذا العذاب الذي ذاقوه، إما في كراهية العذاب، في الشدة أو في المرارة، أو يعني لهم أنواع أخرى من العذاب. آخر من شكله أزواج، أزواج بمعنى أنواع مختلفة من العذاب، وآخر يعني عذاب آخر من شكله، أي من مثل هذا العذاب الذي سبقهم، هو حميم وغساق، حميم وغساق عذاب، ومن شكله يمكن أن يكون الشكل، يمكن أن يكون مثله، إما في الطعم مثل الزقوم، يأكلون الزقوم، هذا نوع آخر من العذاب، أو لهم زمهرير، مكان بارد جدا في النار يعذبون فيها، وهكذا أنواع من العذاب الأخرى، صعود إلى جبل النار، يؤمرون بالصعود إلى الجبل، وكلما صعدوا يسقطون، ثم يضربون ويؤمرون بالصعود، أنواع أخرى من العذاب. هذا فوج مقتحم معكم، لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار. وهكذا لما يدخل الرؤساء يدخل الأتباع معهم أيضا في نار جهنم، فيقال لهم:
هؤلاء أتباعكم أيضا يدخلون معكم نار جهنم. فالرؤساء يقولون لا مرحبا بهم، لا مرحبا بهم، لا مرحبا بهم، هذا دعاء على أحد بالسوء، دعاء على أحد بالسوء. العرب عندما يريدون أن يدعوا لأحد بالخير يقولون مرحبا بك، مرحبا بك، يعني أنت أتيت أرضا واسعة، جئت مكانا واسعا، جئت مكانا واسعا، مرحبا بمعنى جئت مكانا واسعا لا ضيقا. فإذا قال له لا مرحبا بك يعني جئت مكانا ضيقا لا مرحبا لك ولا خير لك، لا ترحيب لك ولا خير لك، وهذا دعاء بالسوء عليهم. فقال هذا فوج مقتحم معكم، هذا فوج جماعة كبيرة وجماعة من الناس الكثيرين، فوج مقتحم معكم. مقتحم اقتحام معناه الدخول بالشدة، الدخول بالشدة، يدخلون بالشدة لأن الملائكة يدفعونهم، الملائكة يضربونهم ويسوقونهم إلى نار جهنم بشدة وعنف. فقال هذا فوج مقتحم معكم، أي داخلون معكم في نار جهنم، لا مرحبا بهم. الآن يقول الرؤساء للأتباع، الرؤساء دخلوا ويرون الأتباع يدخلون كذلك، فيقولون لا مرحبا بهم، إنهم صالوا النار، إنهم أيضا داخلوا النار كما دخل الرؤساء. قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم، الآن الأتباع يردون إلى الرؤساء ويقولون بل أنتم لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموه لنا فبئس القرار، أنتم قدمتموه لنا هذا العذاب، هذا الجزاء، هذا بسبب إضلالكم لنا، أنتم أضللتمونا وجعلتمونا كافرين، بسبب ذلك نحن دخلنا في نار جهنم، فبئس القرار، بئس مكان القرار وبئس المستقر هو نار جهنم لنا ولكم أيضا. قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في النار. قالوا ربنا، الآن يقول الأتباع لله تعالى ويقول يا الله هؤلاء الرؤساء هم يعني أكرهونا وأجبرونا على الكفر وأضلونا حتى أصبحنا كافرين، فيا الله هؤلاء كانوا سببا في إضلالنا، زدهم عذابا من النار، اجعل عذابهم ضعفي عذابنا. قالوا ربنا من قدم لنا هذا، من قدم لنا هذا الجزاء بسبب إضلاله لنا فزده عذابا ضعفا في النار، اجعل عذابه ضعفي عذابنا في نار جهنم. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار، وجميع الكفار يقولون في جهنم أين أولئك المؤمنون الذين كنا نعتبرهم من الأشرار، كنا نظنهم أهل الشر، أين ذهبوا؟ هل هؤلاء ما دخلوا في النار أو دخلوا ولكننا لا نراهم؟ وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. فابن عباس رضي الله عنه مثل مثالا وعلى سبيل التمثيل قال أبو جهل يقول أين بلال وأين عمار وأين صهيب، فأين هؤلاء؟ هؤلاء كلهم يعني لم يدخلوا في نار جهنم أو دخلوا ولكنني لا أراهم، هذا تمثيل. فثم قال ابن عباس رضي الله عنه وأسفا لأبي جهل، إنه آمن ابنه عكرمة وآمنت ابنته جويرية وآمن أخوه وغير ذلك من أقاربه ولكنه لم يؤمن فدخل في النار. وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم، أي كنا نعتبرهم من الأشرار من أهل الشر، فأين ذهبوا؟ اتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار؟ هل نحن اتخذناهم هزءا وسخرية واستهزاء أم زاغت عنهم الأبصار؟ أم مالت عنهم الأبصار وهم في جهنم؟ يعني هل نحن كنا نستهزئ بهم وفي الحقيقة هم لا يستحقون الاستهزاء؟ وهذا إنكار على أنفسهم، إنكار على أنفسهم، يعني ما كان ينبغي لنا أن نستهزئ بهم، نحن استهزئنا بهم وهؤلاء دخلوا في الجنة ونحن دخلنا النار. أم زاغت عنهم الأبصار؟ أم هم في نار جهنم ولكن مالت عنهم الأبصار ونحن لا نراهم؟ إن ذلك لحق تخاصم أهل النار، يقول الله سبحانه وتعالى هذا الذي أخبرناك بمخاصمة أهل النار، الرؤساء والأتباع هم يقولون لا مرحبا بهم وهم يقولون لا مرحبا بكم، أنتم قدمتموا لنا هذا التخاصم، هذه المخاصمة، هذا الجدال بين الأتباع والرؤساء هو حق لا بد أن يقع، وهذا تخاصم أهل النار، الله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم من قبل أن يحصل. صدق الله العظيم.